استبعد الكابتن عمر السومه ورايه هو ايضا باستبعاد الكابتن عمر السومه. وجود عمر السومه بس فني، اليوم اذا انا مدرب عملت حالي قوي وشلت لاعب كبير مثل عمر السومه ولا محمود المواصفي رح نطلع رح نتبادل. مين هذا نجم؟ ليش نجم؟ قمع، هذا القمع ما بصير. الضجه اللي صارت لانه هذا الجمهور بيفهم وبيعرف شو عم بيصير. طبعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعي دلي سبورت. نحن اليوم حكينا مع الكابتن احمد ديب عن موضوع منتخب سوريا وشو عم بيصير وليش استبعدوا الكابتن عمر السومه، ورايه هو ايضا باستبعاد الكابتن عمر السومه واستبعاد المواس واللي عم بيصير حاليا بخلف الكواليس مع منتخب سوريا. متواصلين معكم ان شاء الله، متواصلين حنواصل معكم بشكل كتير كبير. حبيبي كابتن الله معك، حنشوف كثير ان شاء الله تصريحات وكثير حكي حنشوف ان شاء الله قريبا، كثير شغلات. نحن مع المنتخب قلبا وقالبا، بس هو موضوع صادم للجمهور السوري صراحه استبعاد الكابتن عمر السومه وتضامن اللاعبين السوريين مع الكابتن عمر والجماهير السوريه، وانا وكل واحد بيحبه الكابتن عمر وبيحب منتخب سوريا اكيد راح يكون مع الكابتن عمر السومه ولو كان على دكه البدلاء، مو يستبعد من كاس اسيا بشكل كامل. فهذا قرار ما بتوقع توفق فيه كوبر ابدا ابدا ابدا، وفي شيء جديد راح نعمله ان شاء الله قريبا حتشوفوه. والسلام. كابتن احمد ديب، اليوم شفت قائمه منتخب سوريا، استبعد اليوم الكابتن عمر السومه، هو قرار مفاجئ اليوم للشارع الرياضي السوري، وايضا الصدمه الاكبر انه اعتزال الكابتن عمر السومه دوليا. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني انا الصراحه ما بس هو اللي متفاجئ، كلياتنا متفاجئين اليوم. كابتن ما بس كابتن عمر السومه، كابتن محمود المواز كمان، هذول اللاعبين اساسا كانوا معك خلال السنه كلها، خلال السنه كلها شفناهم كلهم اساسيين وهن اللي وصلوك للنهائيات هي، وفي اخر مباريات هن اللي مسجل لك اهداف، بغض النظر هن اليوم مباراه مباريتين يكونوا سيئين، بس انت ما تنسي وتحذف كالعاده مثل نحن متعوده انه نحن نحذف كل شيء ماضي للاعب وبنيجي لاخر مباراه ولا لاخر فصل ولا لاخر موقف. هي المصيبه هي عنا اياها دائما موجوده في المنتخب، وهذه المشكله دائما متوارثه عندنا في المنتخب. للاسف نحن كل مره بنيجي على النهائيات بنتعب 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 لنوصل عليها، اخر شيء بنيجي عند النهائيات بيخرب الدنيا وبنشتغل ببعض وبنخترع مشاكل لحتى نحن ندخل البطوله فاقدين فاقدين التركيز، فاقدين الثقه. اليوم وجود عمر السومه كابتن، مو وجود انا، مو دفاعا عن كابتن عمر ولا دفاعا عن كابتن محمود موسى، وجود محمود المواس، وجود عمر السومه بس فني، الموضوع معنوي حتى للاعبين. اليوم انا اللاعب اللي عم يجيك من الدوري السوري نسبة الثقة تاعيته يمكن 40-50% في نفسه كدوري سوري، يوم يجي معه عمر السومه عم يشوف عم يشوفه لاعب عم يهدف دوري قطري، هدف دوري سعودي، ولا محمود المواس اللي عم ياخذ دوريات في العراق وعم يقدم وعم يصنع، لما يوجدوا العالم هي، لما يوجدوا الاسماء عمر خريبين، لما يوجد عمر ميداني، لما يوجد هالاسماء هيدي كلها بتعطي قوة للفريق معنوية ما بس فنية. بعدين انت اليوم وين الكادر الاداري اللي هو يحل هذا الموضوع؟ اذا كان في مشكلة اساسا بينه اللاعب والمدرب، يجي في كادر فني محطوط اللي هو اللي شغلته انه يقرب وجهات النظر ويحل هذا الموضوع، بحيث انه المدرب ما يكون زعلان، وبحيث انه اللاعب كمان يكون تحت قائمة المنتخب، لانه اليوم خسارة هذا اللاعبين خسارة للمنتخب. انا ما عندي مشكلة فيه، ما انا مشكلة فيني انه انا زي اليوم اذا انا مدرب عملت حالي قوي وشلت لاعب كبير مثل عمر السومه ولا محمود المواصفي قيمتهم هن اذا بدك تشيلهم كرمال انه انا عملت. لا يا حبيبي، اليوم نحن عم نتعب والمنتخب هذا عم يتعب، وتروح معسكرات وتتحضر وتعمل وتسوي لحتى توصل لاسيا. طب بتوصل لاسيا بتشيل عمر السومه ومحمود المواصفي؟ قرار للاسف جدا 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 غبي. تمام كابتن، اليوم في لك نحن حابين اللاعبين نجرب او نعطي خبره، بسبب لاعبين الخبره لاعبين اللي ما بدنا اياهم، بيقول لك خلص يا كابتن بدنا اعطيك السؤال، بس اليوم بيقول لك نحن بدنا نجرب لاعبين جداد. يا كابتن انت ما فينك تجرب بكاس اسيا، جربوا بالمنتخب حسام السيد، وين اللاعبين هذول اللي جربوا؟ نحن كل مره بنبني، شوف هذا السياسه الغلط، شوف نعم. غير منتخبات العالم كلها، نحن بنبني نجي مثلا اليوم 2016 15 عملنا منتخب، هذا المنتخب ما كل سنه بيتجدد، هذا المنتخب بده 3 4 5 سنين لحتى يصير عنده ثقه اللاعبين، هذا اللاعب الدولي بده 3 4 سنين ليلعب له كم مباراه، يلعب له كم مباراه قويه وكبيره وثقيله لحتى يصير عنده ثقه اللاعب الدولي، لما يوصل لهذا الشيء نحن بنقول له لا خلص بدنا نبني فريق جديد، ما بصير. لا
الفريق الجديد اللي بنيناه خلص كبينا اصلا. طب تماما يعني انت اليوم عم ما فينك تبني في كاس اسيا، في كاس اسيا ما فينك تبني، بدك تاخذ احسن لعيبه عندهم ثقه في نفسهم وعندهم اكسبيرينس، يعني عندهم بطولات، عندهم لعبانين مباريات كبيره، لعبانين بطولات كثيره، بدك تاخذهم وتحطهم في هاي البطوله، تجيب لاعبين صغار وتجرب في هاي البطوله، جريمه، هي جريمه، جريمه. مستحيل يصير في عالم كره القدم انه انا اليوم بروح على كاس عال كاس نهائيات تصفيات كاس اسيا النهائيه ويطلع لي بلعيبه جداد ما لعبان، هذا طب هذا اللاعب كيف بده يتحمل الضغط، هذا اللاعب كيف بده يتحمل الضغط على الجمهور وضغط المباريات الكبيره، رح نطلع رح نتبهدل. ثاني شغله، انت اليوم هذا كابتن فريق، انت اليوم المفروض تعامل معه، نحن عندنا مشكله دائما مع النجم، نحن ما بدنا نجم، مين هذا نجم؟ ليش نجم؟ ما بصير عندنا، ما عندنا نجم، قمع، هذا القمع ما بصير. انت اليوم هذا اللاعب في الدوري السعودي، السعودية كلها كانت تحلف باسمه في قطر، هذا اللاعب عم حلمه انه تكون معه، قيمه العالم هيدي عطوه ادرى، اذا هو رب العالمين عطاه فلا تزعل، انت خليكم اوكي كلياتنا تحت سقف الوطن، تحت سقف المنتخب، هذا كلياتنا اكيد، ما حدا فوق المنتخب ولا حدا فوق سقف المنتخب، وكلياتنا مليار بالمية، بس الزلمة ما غلط بشيء، ما حكى شيء، في اي مره عم تدعيه عم يدعوك عم يروح، في اي مره عم تطلبه في اي شيء عم بعدين كابتن فريق، كابتن منتخب سوريا تجي بتعامل بهي الطريقه، بيشوف اسمه انه هو ما له مدعي من القائمه، يا عيب عيب. بنفس الايام هي بنفس البطوله هي تم استبعاد فراس الخطيب تم استبعاد فراس الخطيب وتم استبعادي وتم استبعاد وتم استبعاد وتم استبعاد قبل كثير عالم، زياد شعبه وفي اسماء العالم بتحط اسماء وكذا. الفكرة انه نحن اليوم المفروض، انا لو في قيادة رياضية، القيادة الرياضية تتدخل فورا في هذا الموضوع وتنحل هذا الموضوع في الطريقة انه تعال يا كابتن عمر او تعال يا كابتن محمود، تعال قعدوا مع المدرب نجمع الاراء، انت غلطت انت غلطت، اذا كان في غلط انا ما بعرف شيء ابدا، بس اذا في غلط تعادوا مع بعض تجمعوهم ككادر فني، هذا واجب، هذا كرمال مصلحة الوطن. اما نروح نحن في العصيم في فريق شباب او فريق مدري شو، مع احترامي لجميع اللاعبين، بس انا عم اقول لك نحن ما عندنا هداف، يعني في 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 في, في الدوري في, في الدوري هلا او في هداف في في منتخب سوريا، في الدوري السوري ولا منتخب سوريا ما في غيره، بس في لاعبين جداد جابوهم هلا، اللاعبين والنعم فيهم، وانا والنعم فيهم يا كابتن يا كابتن، والنعم فيهم واسماء كبيره واسماء محترمه والنعم فيهم ما بعرفهم، بس وين عمر السومة؟ انت اليوم انت اكثر منهم بكثير، انت ما تشوف كل لاعب في اوروبا معناته بيعرف يلعب، في لاعيبه خلقت في اوروبا، الله بعت له انه هو يخلق في اوروبا، وشفنا على ما كنت في معسكر في صربيا، طلعت على صربيا شفت ناس في سوريين كمان نفس الشيء عندهم موهبه وكذا، بس ما كل واحد يجاك معناته هو لعبان، ترى الدوري الصربي عادي والدوري المدري وين عادي، ما ضروري تفكر انه اوروبي معناته خلص هذا صار هاي ليفل، لا ما هو هاي ليفل، في دوريات ما هاي ليفل، في دوريات الدوري السوري احسن منها. خسرنا مع الكويت مباراه وديه وربحنا على كوريا بمباراة صعبة جدا، خسرنا مع اليابان، فهي تحمل عمر السومة هذا الشيء؟ عم بيحملوا لعمر السومة فنيا بيقولك يا أخي عندك مشكلة فنية في عمر السومة، عمر السومة هو اللي عم يخسرك، هو مهاجم، إذا ما سجل ولا ما قدر يسجل هذا طبيعي من مباريات، مباراة يتوفى مباراة ما يتوفى، ولا محمود المواس، ترى ما بس عمر السومة ومحمود المواس، لأنه محمود المواس عم يقدم في الشرطة العراقي اليوم 4 سنين أو 3 سنين في الشرطة العراقي، أخذ دوري طالع مستويات لعبان مباريات كبيرة. الفكرة انه نحن اليوم عنا نهائيات، المفروض هالمشاكل هي ما تطلع كل مرة قبل نهائيات آسيا، ضبوا هالعالم ولموهم وقعدوا مع بعض حلوها كرمال مصلحة المنتخب ومصلحة سوريا قبل كل شيء سوريا، نحن ما عم نتكلم كأنه هن مجرمين، انا ما عم لك مجرمين، انا ما عم لك انه هذا الموضوع كان فينه ينحل بطريقة احسن، بتمنى ينحل، انا لليوم بتمنى ينحل. انتهى الموضوع عمر السومة حاليا، عمر السومة ما خارج القائمة منتخب سوريا حتى عمر، بس اليوم انت مع اليوم في قلت لك استبعاد فراس خطيب واحمد صالح والمواس ولاعبين كثار وحضرتك وكثير كل سنه عم نشوف هيك، هل هذا الشيء مستقصد اليوم باستبعاد؟ طبعا نحن عندنا مشكله في المنتخب السوري في الاداره، في اداره المنتخب، انه نحن لا احد فوق المنتخب، اكيد ما حدا فوق المنتخب، بس كمان احترموا العالم، احترموا العالم لما مشان العالم تحترمكم وتجي لعندكم مبسوطه وتقدر تقدم. هلا صار اي لاعب مهدد بمنتخب سوريا ما مهدد لك حدا يجيب اجب مكانه لك يعني. يا كابتن انت اليوم في لاعبين في هيك الدنيا هيك، في لاعبين نجوم بدك تتعامل معه كنجم اجباري، محمد صلاح في مصر في المنتخب المصري كل منتخب نجوم، بس بتلاقي انه هو في تعامل خاص طبيعي، هذا الطبيعي
هذا الرجال ولا الثاني ولا الثالث النجوم بدك تتعامل معهم بطريقه احترافيه. اذا ما انك قادر تتعامل معهم بطريقه احترافيه انت مشكله منك معناتها. حطوها المشكله بكبر، بيقول لك كبر ما راسه ناشف ومقتصد عمر السومه بيساوي مباراه اليابان، لعب شوط وترك المباراه ومشي. تمام، اول شيء هو ما مشي، طلع الكابتن عمر السومه وقال انا ما مشيت، انا طلعت لبرا صليت، وهو قبل بيوم قاعد معه المدرب وقايل له انه انا راح بدلك بكره من المباراه. يعني الزلمه ما طلع، ما عمل مشاكل. اذا في مشكله في هذا الشيء برجع بقول لك الكادر الاداري، هو دور الكادر الاداري انه هو يحل هذه المشكله. وبرجع بقول لك لليوم لازم تنحل هاي المشكله، تدخل قرار سياسي، تدخل قرار رياضي، لازم تنحل هاي المشكله. لانه اليوم منتخب سوريا اكبر من العالم، هالعالم هي المدرب اللي موجود ممكن بكره يحمل حاله ويروح بعد كل بطوله نحن بنخسر، المدرب يحمل حاله بيروح، بمين نحن بتطلع؟ بتطلع فينا؟ بتطلع فينا نعم. هاي ما بصير. كابتن احمد ديب، كلمه اخيره للجمهور السوري وتوقعاتك انه بكاس اسيا ايش راح نعمل؟ ان شاء الله بتمنى الله. اول شيء بوجه تحيتي للجمهور السوري اللي بيعرف منيح شو المشاكل، يعني الضجه اللي صارت، لانه هذا الجمهور بيفهم وبيعرف شو عم بيصير. ان شاء الله بتمنى التوفيق بكاس اسيا، اكيد مباريات ما راح تكون سهله، بتمنى التوفيق لك لمنتخب بلدي اللي انا بحبه. انا اللي احنا اذا بنحكي من حرقه قلبنا على بلدنا، يعني على منتخبنا، لانه بالنهايه المنتخب ما للاشخاص اللي موجوده هون او للاداريين الموجودين او للمدربين الموجودين ولا اللاعبين، المنتخب لسوريا كلها. نحن من حقنا نعطي ونساعد، اذا فينا نساعد ان شاء الله يا رب الله التوفيق. شكرا جزيلا كابتن.